بنعملها بطريقة سريعة وسهلة وحلوة قوي. والمقادير قدامنا: صدور فراخ متقطعة، فلفل ألوان، بصل شرايح، ثوم، معلقة صويا صوص، معلقة دبس رمان، بهارات بقى زي ما انت عايزة بقى، فلفل بقى وبهارات بقى والحاجات الحلوة دي. عندي طاسة سخنة سخنها كويس قوي، لازم تسخن كويس قوي. وهنعمل ايه بقى؟ هنحط صدور الفراخ. طب انا ما عنديش صدور، عندي وراك بس. حطي وراك براحتك، مش مشكله. بسم الله. دي وجبه سريعه وحلوه قوي، وهي بقى كده هنديها حبه كاري صغيرين ورشة فلفل اسود ورشة ملح، نتشوح بس الاول وبعد كده نحط بقية المقادير بتاعتنا. سيبها تتشوح كمان حبة كمان. الفراخ اتحمرت كده كويس قوي، نزحها كده على جنب، نحط فص ثوم ومعاه كمان بصل اهو، شوحه كويس كده في قلب بعض. الفراخ اصلا كده استوت خلاص، عايزين بس البصل يدبل. حلو قوي كده اهو، يا سلام على الجمال. حلو قوي كده، نحط بقى فلفل الوان كمان. دي بقى اسرع وصفه ممكن تعملوها، حاجه سريعه. ده بقى الفراخ دي ممكن تعمل في سندوتشات، تاكلوها مع الرز البسمتي، رز عادي، براحتكم. شوحها كويس بقى ونسيبهم مع بعض يدبلوا شويه لحد الخضار ما يدبل شويه، ما يتحمرش، يدبل بس.